يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اليوم كنت في المستشفى وكانت والدتي مريضة معي، فصليت الظهر في المستشفى ولم أصلي الراتبة لا القبلية ولا البعدية لانشغالي بمرض والدتي. سؤاله: هل يجوز لي أن أقضيها الآن علما بأنني محافظ على هذه السنن؟ فات وقتها، هذه نافلة فات وقتها، ألا تقضيها؟ نعم.